قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فانسون ستصل إلى البحر الشرقي في شبه الجزيرة الكورية يوم 25 من الشهر الجاري. وقالت الوكالة عن مسؤولين عسكريين إن المدمرة الأمريكية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أعقاب وصولها إلى البحر الشرقي، وستكون هذه المناورات هي الأولى التي ستشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية.